فقرتنا التالية، العالم كله عم يشهد خوف وقلق من فيروس كورونا، وعم يدوروا الناس وكل العالم بشكل آني عن طرق الوقاية والحماية من هيدا الفيروس. منهم بيلجأ للتعقيم، ومنهم للتطهير، ومنهم لشراء الكمامات أو القفازات، ولكن كل هاي الشيء قد يكون هناك استخدام خاطئ لكل هيدي الوسائل. شو هي الطرق الصحيحة لحتى نستخدم كل الأساليب الوقائية من انتشار وللحد من انتشار فيروس كورونا؟ رح نسأل كل الأسئلة اللي ببالنا مع الصيدلية افتكار شلالو. أهلا، صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. اليوم كلياتنا بنلاقي عالم حاطين بالشوارع كمامات كفوف، كل العالم عم تحاول انه هي صدقا تقي حالها بالطريقه الامثل والاصح، ولكن استخدام الكمامه له كثير قواعد. خلينا نحكي شوي عن استخدام الكمامه وقواعده الصحيحه. تمام. هلا بدايه، الكمامات ما لها مخصصه لكل الاشخاص، يعني مو كل الاشخاص ممكن او ضروري انه يستخدموا الكمامه. الاشخاص الاساسي انه يستخدموا الكمامه هن ضمن الكادر الطبي على تماس مباشر مع المريض، بالنسبه للشخص اللي عم يعتني بمريض ضمن المنزل، او بالنسبه للاشخاص اللي مشكوك بحالتهم بالاصابه او انه شخص مصاب. هلا نجي للحاله الثانيه، أنا ضمن المنزل، عاملين حاليا حجر صحي ضمن المنازل، ومشكورة الحكومة إنه على هذه المبادرة لحتى نخفف قدر الإمكان من الانتشار. لما بدي أطلع أنا من بيتي، المفضل إنه نخلي شخص واحد من البيت هو اللي يطلع يجيب مستلزمات بيتنا بحال ما عندنا أي ضرورة لحتى إنه الكل يطلع برات البيت. هلا بهي الحالة ممكن الشخص اللي طالع، إذا طالع على مكان فيه تجمع كبير من الأشخاص، مفترض إنه يحط كمامة. هي كثير باكد عليها، بحال في تجمع، بحال ما في انه المكان اللي رايح عليه ما في تجمع، يعني ما لنا كثير مضطرين، يعني بالنهايه هي حاله وقائيه مو اكثر من هيك. لما بنوصل لمرحله مرضيه، الكمامه اللي بتستخدم اكيد مو نفس الكمامات العاديه، لازم يكون في مراشح معينه، فبهيك حال نحن لازم نكون بحاله وقائيه اكبر. هلا نحن معنا هي الكمامه. تمام. هي الكمامة اللي هي، هلا انا سوري عم بمسكها بكل ايدي، بس هي اكيد للكب. بالبداية خلينا نحكي، بيكون في يمكن شيء هون حديدة لحتى تجي على الانف وتغطي لنا منطقة الانف، وخلينا نحكي كيف بتنلبس الوش من الافا، وخلينا هيك نحكي اذا بتحب. تمام، اعطيك اياها. هاي هلا اول شيء الكمامات بحالة الكورونا، اول شيء بس سوري، اول شيء الكمامات نحن بنعرف هي لا بتجي معلبة ولا بتجي مغلفة، هي بتجي تروضة وفلت بتتاخذ من الصيدلية. نحن بالصيدلية كيف فينا ناخذها؟ اول شيء خلينا نعرف الفكرة الاولى اللي بدي احكي فيها، بما انه تفضلتي وحكيتي بهي النقطة، الصيدليات عم تجينا نحن الكمامات الطرد، فمعناتها انا عم بعطيك اياها هي ما لها عقيمة، فانا عم بعطيك الكمامة يلي بدها تعطيك مجرد حماية، انا مجرد حطيت لحشة ممكن نفيد بهي الناحية على فكرة. الكمامة العقيمة اللي بتجي بتكون مغلفة بشكل كامل، في لها ممكن مرشحة أو حتى أنه تكون مثل هاي الكمامة. هلأ بعض الكمامات بتجي لونين، أنا كتير عم أسأل على هاي الناحية، أنه بلبس من الناحية الغامقة أو من الناحية الفاتحة. هلأ نحن ضمن وباء الكورونا بدنا نعتبر أنه كلياتنا مصابين لحتى يثبت العكس، فبهيك حال نحن بنلبسها من الناحية اللي بده تعطينا أنه نحمي غيرنا، مو أنه نحمي حالنا. تمام. فأنه نلبسها من الناحية أنه يكون الأبيض لجوا، فما في الفاتح من جوا. تماما، مثل الطريقه نفسها هي. اوكي، الخيطان من هي الجهه. هلا الفكره مثل ما قلنا انه هي الكمامه هون ما راح تعطينا اي حمايه بحال في عندنا حاله اصابه، بدنا نلجأ لكمامات انواع ثانيه. هلا لما بدنا نلبس نحن الكمامه، اول شيء الكمامه استخدام وحيد، كثير من العالم عم تسال مره واحده. تماما، كثير من العالم عم تسال انه انا الكمامه ممكن استخدمها مره ثانيه؟ لا، اكيد الكمامه استخدام وحيد، ما بنمسكها ابدا من هون، ابدا ابدا، بنحط الكمامه بهالطريقه هاي. هلا هون بعض الكمامات بيكون في لها مثل معدن حديده بثبت هون. تماما، تركت للكمامه هيك، انا ما عاد بشيلها ابدا لحتى خلص. اذا عالم يمكن بينزلوها هيك بيحطوها عند دقنهم كمان. ايوه، هي الطريقه غلط. هي كمان غلط، لانه بهيك حاله نحن كل شيء هون فيروسات او اي جراثيم انه علقت بهي النقطه، نحن ممكن بالعكس عم نسحبها لجوا اكثر. تمام، فهي الناحيه كثير تعتبر غلط ولازم ناكد عليها. ميسان، في كثير عالم تستخدم الكمامه بترجع بتعقمها وبتكويها، انه قال اذا كوتها بيروح الفيروس، هل هالشيء اكيد؟ لا اكيد خطا، لانه في نقطه نحن انا رح شيلها خلقها شوي ثاني.
النقطة الغلط هون عندنا النقطة الغلط بالنسبة لنا عندنا هون انه الكمامة هي استخدام وحيد للعالم، ما عم تدرك هاي النقطة، واكدنا انه ما بتستخدم الكمامة انه غير للاشخاص المضطرين للاستخدام. فبهيك حالي ما مضطرين لكثير انه نشتري الكمامة، بس حتى انه مجرد نحطها. هلا لما بدنا نشيل الكمامة انا ما بلمسها ابدا من هون، لان هون ممكن تعطيني اذية، ممكن تعطيني انه نقل العدوى. فانا بمسك الكمامة من هون تمام، بشيلها وبحطها بقلب كيس وبحطها بسلة المهملات. وهذا كثير انا حابه اكد عليها، لانه هي العالم كثير عم تنساها هي النقطه. لما عم نحط نحن الكمامه بسله المهملات، وهي الكمامه ممكن لشخص مريض بالنهايه عامل التنظيفات هو اللي بده يشيله، هو معرض بهيك حاله للاصابه اكثر من غيره. فانه لا معلش نحمي غيرنا بيكون افضل بهي الناحيه. يعني كمان الكفوف، العالم كلياتها تقريبا عم تلبس كفوف، ولكن في طرق كمان استخدام صحيحه وسليمه، خبرينا عنها. هلا بالنسبه للكفوف انا ضد لبس الكفوف بحال الواحد معه علبه كحول اذا كان برات البيت. اذا كان جوات البيت اكيد ما انا مضطر ابدا لا يلبس كفوف ولا يلبس كمامه ولا اي شيء. الصابون والمي هو كفيل لحاله بالتعقيم. هلا الناحيه الثانيه، الكفوف رح تعطينا مجال اكثر لحتى تنتقل الفيروسات. نعم رح تعطينا مجال اكثر لحتى تنتقل الفيروسات. انا مجرد لابسه الكف مسكت سطح ثاني، فانه بدي تنتقل الفيروسات من الكف للسطح. انا حميت حالي بس انا اذيت الاشخاص الثانيين. فانا ضد لبس الكف اذا كان ما في اي اضطرار له، باستثناء ضمن المشافي ضمن مراكز عمل معينه. يعني بكفي انه نحن نضل نضخ معقمات ونغسل ايدينا تماما. هلا هي خارج المنزل، هلا خارج المنزل بحال ما توفر معنا المي والصابون فاكيد انه المعقم الكحول. بحال ما توفر معنا نحاول قدر الامكان نحن انه ما نقرب على جهه العين الانف الفم، طريقه انه لحتى نرجع نقدر نغسل. نعم. طب هلا نحن هيك ضمن يعني حياتنا اليوميه بحس انه هلا صرنا ننتبه قد ايه نحن بنلامس عيوننا وانفنا وتمنا طبعا. فهل الطريقه هيك صح او تحكي عينك او هيك هون صح؟ هلا يعني كيف فيك تحكي؟ خلينا نحكي هي هذا التوضيح. اذا حدا مضطر هو برات بيته وصار عنده حكه ب بي 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 بوشه دائما عم شوف عم لاحظ انه بهي الطريقه هون تمام. هلا بشكل عام هي المنطقه ممكن تكون عليها فيروسات نتيجه انت لمستي اي غرض او اي شيء، فبهيك حاله ممكن تنقل لك العدوى. فالمفترض انه لا، انا بعقم ايدي بمسك محرمه تكون محرمه نظيفه وبمسح يعني، غير هيك لا. اي طرق ثانيه انا برايي غلط. يعني كمان عندنا التعقيم، اليه التعقيم وخصيصا اذا بدنا نحكي بالبيت، خبرينا عنها. نحن شو كيف لازم نعقم؟ شو المواد اللي لازم نستخدمها؟ هلا صار في نوع من كثره المنظفات بشكل كثير كبير عند البيوت، صار في كثير استخدام عشوائي للمنظفات. فالمنظف الوحيد المستخدم هو الكلور بس بكميه قليله كثير، الماء والصابون. خلينا نقول قد الكميه، يعني مثلا هي كميه الكلور الطبل تبعيت الكلور ثلث العب ثلث فنجان ثلث فنجان للتر او ثلث الفنجان، هو فينا نقول اربع معالق صغار هو للتر مي. وقد ايه هي الكميه؟ قد ايه بتضل يعني اليوم انا عملتها استخدمتها مثلا قد ايه بضل الكلور؟ هو فعاليته قويه لقتل الجراثيم؟ لا الكلور نحن طالما انه خلال النهار ما في عندنا طلعه كثير برات البيت فما حيصير في عندنا تلوث تماما. هي الفكره انه انا قصدي بضل من يوم ليوم المحلول اللي نحن عملناه مثلا ممكن يضل اسبوع ممكن لا هو رح يخلص خلال فتره شي يومين ثلاثه مو اكثر. بس هلا ممكن احنا نعمل مثل بخاخ صغير انه نستخدمه مثلا للطاولات للاسطح المجلى هالامور هاي. فهي ممكن تضل معك فتره شي يومين ثلاثه ما في اي مشكله. هلا في نقطه كثير حابه احكي عليها، انه لما نحن عم ننظف البيت بالكلور اول شيء اكدنا الكميه تكون قليله. اذا كترنا الكميه مو معناته نحن عقمنا اكثر، بالعكس نحن عم ناذي الجهاز التنفسي اكثر، عم يصير في عندنا تخريش. هي كثير عم نلاحظها من الصيدليات شكوى من العالم بهي الناحيه كلياتنا عن جد. فانا كثير باكد انه نحاول قدر الامكان نخفف من المعقمات، بنشيل ضمن الحد المسموح بطريقه ما ناذي حالنا ونخلي الشبابيك مفتوحه. نعم. هلا خارج المنزل عم نلاقي الكل حامل السبيرتو ويلا نازل بخبخه على التيابو على اواعي على ايديه، ولكن صرنا نشوف شوي بعض الامراض الجلديه اللي عم تظهر بهي الاوقات. كيف نحن بنقدر نتفادى هاي الامراض الجلديه وبنفس الوقت نعقم ايدينا ونغسلهم دائما بشكل متكرر؟ تمام. هلا طالما نحن عم نستخدم الكحول فاجباري بده يسبب لنا حاله تخريج للبشره،
للجلد. فننطر انه بعد الكحول نستخدم كريم مرطب للايدي، يعني الترطيب كثير ضروري للايدي بهي الحال، لانه عم يصير في عندنا نوع من الجفاف للبشره، فنحن مضطرين بهي الناحيه. هلا وفي ناحيه ثانيه كمان غسل الايدي بشكل كثير كبير كمان، هلا صار في ناس عندها مثل الوسواس، انه كل شوي بدي اغسل ايدي كل شوي، فانه هي الناحيه عم تفقد خاصيه الجلد من ناحيه المرونه ومن ناحيه ترطيب البشره. او حتى في عالم عم تلجا للمي السخنه لغسيل الايدين بطريقه انه انا راح اقضي على الفيروس. نعم. انه لا، الفيروس ما راح يروح بدرجه حراره 30 او بدرجه حراره 35، درجه الحراره هي 56 لحتى نقدر نقضي على فيروس كورونا، هي حسب منظمه الصحه العالميه. فبهيك حال ايدينا ما راح تتحمل درجه الحراره 56. مجرد الغسيل بالمي والصابون المرطب العادي نحن بنحمي بشرتنا بهيك حاله حتى بعد استخدام الكحول. نعم. افتكار، خلينا نحكي هلا على تغيير الطقس. كثير من العالم شيء بيجي على حلقه، شيء بيصيروا بيسعلوا، شيء بيصير عندهم حراره، هدول العالم اكيد بدنا نقول لازم هن يضلوا بالبيت، ولكن عم يلجؤوا للصيدليات لحتى ياخذوا ادويه. كلنا عم نسمع وكلنا عنا فيسبوك وسوشيال ميديا انه فيتامين سي وباراسيتامول، هلا احنا ما حنحكي اسماء تجاريه، ويعني هدول الاثنين هن اكثر شيء لازم يتاخذوا لحتى يقوي المناعه، لحتى ما تضعف المناعه على ادويه الالتهاب. ولكن اليوم قديش مهم وقت بيجي مريض لعندك على الصيدليه بيقول لك حالته، قد ايه مهم انه ترشديه لياخذ ادويه محدده، واذا تفاقمت عنده الاعراض انه هو يروح يلجا للطبيب يحكي او يتواصل مع مديريه الصحه او وزاره الصحه. تمام. هلا انا بالنسبه لي صيدلي مجتمع، فانا صيدلي مجتمع انا بفلتر العالم، ممكن بحول للطبيب، ممكن انه في علاج اسمه علاج الاو تي سي، انا فيني بالصيدليه اعالج حالات معينه بما يسمى بادويه الاو تي سي، اكيد ضمن دراسه معينه بما يسمى بصيدله المجتمع مثل ما قلنا. هلا انا لما بدي اشوف الحاله انه كشخص عنده امراض، فينا نقول امراض مزمنه كمريض ضغط سكري او هيك، انا بفضل انه لا خليك اتواصل مع طبيب. بحال الوضع اللي نحن فيه اكيد ما راح يقدر يتواصل مع الطبيب، فاكثر شيء ممكن اعطيه سيتامول فيتامين سي بالاضافه للاغذيه اللي تكون مناسبه حتى تقوي له صحته، انه يكثر من السوائل. هلا بحال كانت الحاله اكثر من هيك لا، انا بفضل مباشره أن اتصل مع الطبيب. هلا في ناحيه نحن ممكن كصيادله كشبكه الادويه السوريه اب تو ديت، نحن عاملين مثل مبدا استشارات اونلاين، فنحن عم نخفف للعالم انه ممكن الاحتكاك من البيت. تماما. فانه عم نخفف بهيك حاله انه المريض يروح لعند الطبيب مباشره، نعمل تاج لطبيب ضمن الاختصاص بجاوب المريض بهي الناحيه. نعم. يعني كمان في كثير اخطاء شائعه حاليا عم تصير عند العالم ان كان بطلبهم للادويه، يعني هلا في عالم عم تمون بالبيت ادويه التهاب. انا كنت عن جد واقفه على الصيدليه شفت وحده ماسكه ورق انه كم علبه سيتامول كم علبه دواء التهاب ومنوعه ادويه الالتهاب، هذا الشيء قد ايه ممكن يشكل خطر خصيصا اذا هن عن جد انصابوا بفيروس كورونا؟ هلا اول شيء رح يشكل خطر لانه هن ما رح يعرفوا شو رح ياخذوا ادويه بحال الاصابه بفيروس كورونا. البروتوكول العلاجي ما بطور الدراسه يعتبر، فانه منظمه الصحه العالميه اقرت على علاجات معينه، بس هذا مو معناها انه الشعب هو اللي يقدر ياخذ هي الادويه من دون اي. يمكن تعودنا عن جد ليا في حاله احيانا من اللاوعي بلحظه من اللحظات بتلاقي الكل قرب، العالم راحوا اخذوا دواء التهاب لحاله. الاحمر والاسود. تماما. الاحمر كثير حبيت الاحمر والاسود. نحن هون عم بالفعل بنرجع بناكد انه العالم انه تنتبه على هي الناحيه، انه لا ادويه الالتهاب نحن ما بناخذها من دون ما يكون في عندنا وصفه طبيه، عم يصير في عندنا نوع من المقاومه. وهذا الشيء اللي نحن ما راح بعد فتره بالاستخدام العشوائي للمضادات الحيويه راح يصير في عندنا بالفعل كارثه. فانا هلا كثير باكد انه لا، المضادات الحيويه بعدوا عنا تماما، اكثر شيء حاول السيتامول، نكثر سوائل الانفلونزا او حتى اي نوع من الفيروسات اذا ما حكينا عن الكورونا، اي نوع من الفيروسات الاساس هو الراحه، الاكثار من السوائل، تقويه مناعه الجسم. فنحن هي اللي بنلجأ له اكثر من المسكنات، والمسكنات حسب كل شخص، يعني مو كل شخص ممكن اعطيه بروفين، مو كل شخص ممكن اعطيه انا سيتامول، حسب كل شخص ممكن نعطيه شيء معين له. نعم. ويعني بالختام افتكار نحن بدنا نقول كمان الله يعطي العافيه لكل الصيادله يلي عم يتابعونا، والله يقويكم. يعني عم نشوف الشوارع كلها فاضيه وحظر كامل، شبه كامل من السته او كامل من السته للسته،
ثابته، ولكن صيدليات دائما مناوبه وجاهزه لتقديم الدواء واي استشارات، ولكن نحن بدنا الوعي يكون اكبر ونضل بالبيت. بالختام نصائح اخيره بتقدميها لكل الناس يلي عم يتابعونا هلا في ظل هذا الرعب من التصدي لفيروس. احنا كمبادره بالنسبه لنا كصيادله او اطباء في مبادره عاملينها بشبكه الادويه السوريه اب تو ديت. شو هي على الفيسبوك؟ هي على الفيسبوك مواقع الادويه السوريه اب تو ديت. اوكي. هلا نحن كمنصه منصه علميه دوائيه عملنا حاله استنفار حاليا بظل جائحه الكورونا. الاستنفار عم بيكون عندنا بثلاث محاور. المحور الاول هو انه نحن عم ننزل مقالات بحدود العشر مقالات يوميا او اكثر، عم نفند اي غلط كمعلومات عم تنزل ضمن مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الشيء عم نشوفه كثير، عم يعمل تهويل او عم يعمل خوف او استهتار من قبل العالم، فنحن عم نفند هذا الشيء من خلال مواقع علميه معينه وعم تكون موثوقه 100%، فهذا كثير ناحيه ايجابيه بالنسبه للعالم. هلا النقطه الثانيه، نحن مع فكره انه خليك بالبيت، فنحن عم نشجع العالم على هي الناحيه بناحيتين، سواء من ناحيه الاطباء او من ناحيه الصيادله. هلا من ناحيه الاطباء في عندنا محور الاستشارات اونلاين اللي حكينا عنها من شوي كفقره، هي نحن انه المريض ممكن انه يبعث استشاره، بنعمل تاج لطبيب ضمن صفحه الاب تو ديت وبيتم الاجابه بطريقه ان احنا خففنا من نزله العالم على الشارع. هلا المحور الثالث هو الصيدليات، فوين بلاقي دوائي او باي صيدليه بلاقي دوائي، هي هي الفكره الثالثه يلي هي انه كمان فقره المريض ممكن او الشخص ممكن انه يعلق على هي الفقره باسم الدواء، اسم المحافظه والمكان، بهيك حال نحن بنوجهه على صيدليه ضمن مكانه مباشره، بنخفف من دواره العالم على الصيدليات، فبهيك حال نحن عم نحاول قدر الامكان نحصر العالم انه خليكم ضمن البيوت. اهم شيء باكد انه بالفعل ضلوا ضمن البيوت، لا تطلعوا غير للشيء الضروري. عن جد كثروا من الاكلات فيها فيتامين سي وحبه او القرص تبع الفيتامين سي. تمام. هلا بحال ما انه متوفر الفيتامين سي الاقراص، ممكن انه اي نوع من الخضروات، الفليفله، البندوره. تمام. شكرا كثير لك صيدلانيه افتكار على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا.